لماذا انتخبت أو اخترت قصيدة إيليا أبو ماضي لست أدري؟ هل كانت تناقش في رأسك تساؤلا فلسفيا أم حيرة عقلية؟ ده السؤال الأزلي الأبدي، احنا جينا ليه وحنروح ليه وعشان نعمل ايه؟ يعني ده سؤال، فما فيش شك انه فيها كانت لمحة جديدة على خصوصا لما ده يتعمل شعر، كان لمحة جديدة.